سنة الأشقر من مدينة صويرة. جيت لهنا لهاد المنطقة بحكم من ضمن واحد الجمعية وفرصة باش نتعرفوا على الثقافة تاع المنطقة. ومن هذا المنبر كندعي جميع المغاربة باش يدعموا السياحة الداخلية، وبأنه هنا في مناظر تبارك الله طبيعية 100%. بالنسبة لهاد المقاطع أملوا الجودة، في الجودة والمذاق لا يعلى عليه، أثمنة جد مناسبة. بالنسبة للمبيت هنا توا بأثمنة جد مناسبة، وتبارك الله هنا كاينين شلالات، كاين الوديان، كاين عطا الله ما يتشاف. وكندعو المغاربة سواء اللي ساكنين في المغرب ولا اللي خارج المغرب ولا المهم السياحة لا سواء الداخلية ولا الخارجية، باش يجيو يدعموا هاد المنطقة، لأن صراحة خاصها اهتمام من ناحية تجهيز البنية التحتية. ونتمنى إن شاء الله يكون خير. هذه أول مرة كتزور الشلالات؟ لا، هذه ثالث مرة. كيفاش يعني جاتك الشلالات أزود بعد الزيارة الأولى والثانية؟ من حيث البنية؟ كاين تغيير، كاين تغيير. تقريبا جيت اول مره تقريبا هذه واحد قبل واحد 10 سنين، هذه المره الثانيه كانت قبل شي شهرين. المهم هذه هي المره الثالثه، بل لانه كاين تحسن كبير من ناحيه التجهيزات، البنيه التحتيه تبارك الله، كاين المنطقه ديال في نمو. ونتمنى ان شاء الله المزيد. هي الله يسخر.